السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج سر جدا. معاكم محمد التوامي. النهاردة معانا ضيف حابب يقول لنا على سر مكتوم جواه بقاله أكتر من 3 شهور. تحب نبتدي منين؟ الحرمان. لا اسمح لي أقطعك، أنا عارف إنك لسه قابض امبارح. الحرمان اللي أنا قصدي عليه مش حرمان الأكل والشرب، أنا قصدي على الحرمان من الاهتمام والحنان. علشان كده قررت تعمل يوتيوب؟ ويا ترى كنت محدد هدفك وانت تعمل اول فيديو؟ للاسف لا، علشان كده ضعفت قدام اول ايد اتمدتلي. كانت اول ايد اتمدتلي اصحابي على الفيسبوك، حكيت له حكايتي وصعبت عليه لدرجه اني شفت رياكشن الله اكتر من رياكشن الله. وعوضك عن حنان واهتمام الناس؟ اه، كان دايما يتابعني وفجاه اختفى. حسيت اني من غيره ضايع، وبعد شهرين ظهر تاني بوش تاني وكأنه ما يعرفنيش، وقال لي اني مش فاتح حتكية وسبيدي. قلت له خلاص اعمل لي ديسلايك او اي حاجة. حتى عمل لك ديسلايك؟ الفيديو اللي بعده مظهرش تاني بعد ما اخد كل اللي هو عاوزه من الفيديو اللي قبله، حتى المشاهدات ما بقتش موجودة. تحب نساعدك ازاي؟ انا طلباتي مش كتير، بطلب من الناس الاهتمام والتشجيع، ولو حتى بالاشتراك في القناة واللايك وتشير الفيديو مع صحابك، ودي أقل واجب تعمله. في نهاية حلقتنا نتمنى من كل المشاهدين إن يدعموه باشتراك في القناة وإن يسيبوا له تعليق عشان يحس بالاهتمام من الناس وننزع حتة الحرمان اللي هو بيحسها. دي كانت حلقتنا النهاردة مع سر جدا، انتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة عامل فيديو ده ليه؟ أيوة ليك أنت، عشان تعرف القناة دي عبارة عن إيه. مبدئيا كده المشهد اللي أنت اتفرجت عليه في الأول ده جزء من القناة إن شاء الله. خليني أقول لك قصة سريعة عني في دقيقة. لما كنت في تالتة ثانوي كنت نفسي أطلع مهندس، مش أي مهندس، مهندس ميكانيكي، عشان كنت بحب العربيات ونفسي أتعلم الموتور ده بيبقى عامل إزاي وكل حاجة في الموتور وإزاي أعمله. بس الحمد لله أنا ما جاتليش هندسة، واكتشفت إن أصلا أنا ممكن أتعلم كل حاجة عن العربيات من خلال النت، من خلال إن أنت لو عندك عربية تجربها. وتاني حاجة اكتشفتها كمان إن أنا ما كنتش حابب هندسة، بتحب العربيات بس. ولما قعدت فكرت انا نفسي اعمل ايه، لقيت نفسي ان انا بحب الفيديوغرافي والسينماتوجرافي، فانا قررت ان اعمل حاجه ليها علاقه بحاجه زي كده. لما قعدت ادور لقيت ان الفيلم ميكنج هو الطريق الوحيد، ومن ساعتها وانا عاوز ابقى يوتيوبر علشان تبقى هي البدايه. اليوتيوب بيتيح لك ان انت تعمل فيديوهات وتطلع كل اللي انت نفسك تحطه في فيديو وتحطه على النت، والناس بتشارك معاك رايك وتقول لك ده حلو ولا وحش وتكتب لك تعليقات. في 2015 قررت ان انا اعمل يوتيوب شانل، وقلت انا هعمل عليها افلام صغيره وخلي الناس تقدر تشوفها زي الافلام اللي في السينما، بس امكانياتي ما كانتش تسمح ان اجيب معدات التصوير او ان اخد فيلم ميكنج كورس. وبعد 5 سنين اللي هو دلوقتي قررت اعمل فيديوهات على اليوتيوب لحد ما اوصل ابقى فيلم ميكر. قررت اني ابتدي اعمل فيديوهات فلوج على شكل سكتشات بيبين فيها ايه المواقف اللي وقفت فيها وازاي اتعاملت معاها وتعلمت درس، وفي نفس الوقت ايه اللي انا ناوي اعمله ان شاء الله فيما بعد. يجي واحد يقول لي هو فين الفيلم ميكنج في الموضوع؟ ان اعمل فيديوهات على اليوتيوب دي البدايه، بس قدام ان شاء الله هيكون معايا معدات واكيد هطور من نفسي. بس كده يا خشداش، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. ما تنساش تروح تشوف السكتشات اللي فاتت، تعمل اشتراك على القناه، لايك شير كومنت شويه الصفحات دي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقيت نفسي ان انا نفسي اعمل نفسي 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 ان يكون نفسي نفسي.